بدأ في العاصمة السعودية الرياض اجتماع التعافي وإعادة الإعمار في اليمن برئاسة المملكة العربية السعودية ومشاركة البنك الدولي وبحضور المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ورئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي إن الاجتماع سيحضره وزراء على مستوى رفيع من دول الخليج وآخرون من دول أوروبا وأمريكا، إضافة إلى ممثلين عن بعض الصناديق والمؤسسات المالية الداعمة. وأشار السعدي إلى أن الاجتماع سيناقش 3 ملفات رئيسة هي الأزمة الغذائية والأمن الغذائي وكيفية توفير وسائل داعمة للاستيراد، وثالثا إطار عمل التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. بثت وسائل إعلام تابعة للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح ووسائل إعلام مصرية فيديو لزيارة يحيى صالح نجل شقيق الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لضريح جمال عبد الناصر في القاهرة. وقالت إن يحيى محمد عبد الله صالح شارك في ندوة أقيمت في القاهرة تحت عنوان تضامنا مع الشعب اليمني الذي يتعرض لما وصفته الندوة بالعدوان السعودي. وقال ملتقى الرقي والتقدم التابع ليحيى صالح إنه قدم خلال مشاركته في ندوة أقامتها قوى سياسية مصرية محاضرة عن الوضع في اليمن. وأضاف أنه تم في الندوة عرض فيلم وثائقي عما ادعى أنها جرائم العدوان السعودي في اليمن حسب تعبيره. كما بثت وسائل إعلام مصرية صورا تظهر لقاء نجل شقيق صالح مع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب في القاهرة. هذا وقال الكاتب والباحث السياسي اليمني ياسين التميمي إن الندوة التي أقيمت في القاهرة تأتي في إطار ما وصفه بتبادل الأدوار. وأضاف في لقاء مع الجزيرة أن هذا يندرج في إطار الابتزاز السياسي على حد تعبيره. وأشار التميمي إلى أن مثل تلك الندوة لا يمكن أن تتم من دون مباركة السلطات المصرية. هناك تبادل أدوار يقوم على يعني أساسه هو الابتزاز، وأنا أعتقد أن الوضع الأمني والعسكري الذي تعيشه المنطقة لا يحتمل هذا النوع من 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 تبادل الأدوار، ولهذا أنا أعتقد أنه يندرج أيضا في إطار الابتزاز الذي تمارسه القاهرة عبر أدواتها وهذه الواجهة القومجية للفعالية التي رأيناها في القاهرة وشارك فيها نجل المخلوع أو نجل شقيق المخلوع صالح، رغم أنها تأخذ هذه الوجهة القومجية، لكن هي طبعا لا يمكن أن تأتي في معزل عن الرضا الأجهزة الأمنية التي خصوصا أن القاهرة ليست جنيف، القاهرة تتعرض تخضع لقبضة أمنية شديدة جدا، وبالتالي فعاليات كهذه لا يمكن أن تتم في معزل عن موافقة الأجهزة المصرية أو رضاها أو مباركتها. هذا ودعا الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح خلال كلمته أمام مؤتمر القيادات النسوية في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي رأسه، دعا المملكة العربية السعودية إلى الحوار مع الحوثيين الذين سماهم القيادة الشرعية التي تحكم البلاد. وأنتم يا أشقنا في السعودية تعالوا تحاوروا مع أنصار الله القيادة الشرعية التي استلمت المؤسسات من الفار هادي، استلمت المؤسسات بعد فرار هادي. تعالوا احنا مساندين واقفين مع شرعية أنصار الله ضد العدوان، ضد العدوان، احنا وياهم شركاء ضد العدوان، لكن هي القيادة السياسية. وقال الرئيس اليمني المخلوع انه ليس عيبا ان يتحالف اليمن مع ايران التي وصفها بالدولة الإسلامية الكبيرة، وانه بصفته رئيس حزب معارض يتمنى ان تمد ايران يدها للتحالف معه، متهما دول الخليج بالتحالف مع اسرائيل وامريكا. أتمنى أن إيران تمد يدها للتحالف معها، سأتحالف معها من أجل بلدي مثل ما تحالفت مع إسرائيل وأمريكا ضدنا. ليش حرام أن تكون لليمن علاقات مع إيران؟ مش عيب، دولة إسلامية كبيرة، لكن للعلم الخاص والعام ما مش علاقات، ليس لهم أي علاقات لا اقتصادية ولا عسكرية ولا أمنية على الإطلاق. تكذبوا على أن الصواريخ إيران، كذب، الصواريخ يمنية روسية والمصنعين يمنيين. ميدانيا في اليمن قتل 3 من أفراد ميليشيا الحوثي وقوات صالح وأصيب 4 أثناء صد الجيش الوطني والمقاومة هجوما للحوثيين وقوات صالح في جبهة القبيطة
بلحج. وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن معارك وصفها بالعنيفة اندلعت بين المقاومة والجيش الوطني من جهة والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، بعد محاولة الحوثيين وقوات صالح التقدم نحو مواقع المقاومة والجيش الوطني في مناطق الحلاجيم ونجد الوزف وجبل الحمام.